بسم الله. موضوع النهارده بقى موضوع باشا يعني كويس. احنا النهارده هنتكلم عن موضوع اسمه بص ده دي التراكات بتاعت 410 ام سي سي اي ده 410 11 وتحت 12. احنا واقفين هنا موديول 7 هناخد النهارده حاجه اسمها دومين نيم سيستم. ليه اتنين موديول؟ واحد هنا 410 في الانستولينج اند كونفيجرنج 12 وليه واحد اللي هو رقم 2 في 411 تمام كونفيجرنج اند ترابل شوتنج دومين نيم سيستم برضه تمام كويس كده؟ طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا هناخد الاثنين مع بعض. يعني انا مش هدي لك اللي في 410 وبعدين اسيبك 4 5 6 ايام وبعدين اجي لك بعد كده اقول لك تعالى انت فاكر لما كنا بناخد فاكر ايه؟ فاكر حاجه كويس؟ فاحنا اللي هنشتغل ان احنا هناخد ايه؟ هناخد السيرفيس على بعضها. فهناخد النهارده موديول 7 من 410 وموديول 2 من 412. ركزوا بقى معايا. حاول تفهم معايا الموضوع دوت من تحت قوي نفهمه كله على بعضه كده تمام. وبعد ما اخلص انا هوري لك الايه الموديولز كده السلايدز بتاعت الموديولز بتاعتنا اوري لك ايه اللي فيها زي ما عملنا مع الدي اتش سي كده. بس انت حاول تركب الموضوع معايا بطريقه معينه كده. الدي ان اس او الدومين نيم سيستم دوت وبعض الاماكن هتلاقي يقول لك دومين نيم سيرفيس ايا كان ده يعتبر عصب حل المشاكل في اي دومين او في اي شبكه. يعني يعتبر الموديول بتاع الترابل شوتنج. اللي ما يفهمش الدي ان اس او اللي يقع منه الدي ان اس وقعت منه حاجات كتير جدا جدا لعل ان هو ما يقدرش يحل اي مشكله في الشبكه. لان اي مشكله في الشبكه حتى لو ما كانش ليها علاقه بشكل مباشر بالدي ان اس هتلاقي لها علاقه بشكل غير مباشر. مشاكل الشبكه تروح تيجي هتلاقي مشاكل الشبكه بتتلخص في قصه الاكسس الوصول. واحد مش قادر يوصل للبرينتر عشان خاطر يعمل عمليه برينت، واحد مش قادر يوصل للفايل سيرفر عشان ياكسس الفايلز بتاعته، واحد مش قادر يوصل للاكستشينج سيرفر عشان يتعامل مع الايميل بتاعه، واحد مش قادر يوصل للدومين كنترولر عشان يوثنتيكيت من خلاله، او عشان واحد مش قادر يوصل للجلوبال كاتالوج عشان خاطر ياكسس سيرفيس معينه، واحد مش قادر اثنين مش قادرين ياكسسوا على بعض. في مشكله. المشكله فين؟ هتلف كده مشكله في الاكسس. العمده بتاع الاكسس اللي مسؤول عن ان هو ياخد الناس ويوديها لبعضها كده ويسهل الدنيا بينهم الدي ان اس. تمام؟ الدي ان اس وانا قبل ما اتكلم فيها واد اي كلام خالص يوم ما تدخل اي انترفيو لازم يسالك في الدي ان اس سواء بقى كتير سواء قليل اي كانت الانترفيو. سواء هتشتغل تكنيكال ادمنستريتور مثلا ولا انجينير في مكان او حتى لو هتشتغل تريننج كده زي ما انا شغال بيسالك برضه في الدي ان اس. كويس؟ الدي ان اس شغلانته في الدومين عندنا او في اي مكان وجود الدي ان اس حاجتين. الحاجه الاولانيه حاجه اسمها سيرفيس لوكيشن. دي الشغلانه الاولانيه ليه. المهمه الثانيه ليه اسمها نيم ريزوليوشن. الاثنين دول احنا كده خلصنا الدي ان اس. يعني ايه دول؟ نفهمهم واقول لك احنا هنبدا نشرح الدي ان اس مع بعض ازاي. الدي ان اس بيشتغل زي بالظبط كده ال 140 اللي احنا مضربها على التليفون. الدليل ال 140 الدليل التليفونات دوت ده انا ممكن لما اتصل بيه اساله على حاجتين او يفيدني بحاجتين. ممكن اتصل بيه واقول له والله فلان الفلاني او المطعم الفلاني او الصيدليه الفلانيه رقم تليفونها كام فيقوم مديلك العنوان بتاعها. كويس كده؟ كده انا بساله على نيم محدد هو يديني الايه؟ الادرس بتاعه. ايا كان بقى الادرس بقى بيتمثل في رقم التليفون في العنوان ايا كان. المهم ان انا اديته نيم اداني ايه؟ اداني عنوان. انا كده بعمل حاجه اسمها نيم ريزوليوشن. الشكل الثاني اللي انا ممكن استخدم فيه ال 140 ان اتصل بيه واقول له انا عايز صيدليه شغاله 24 ساعه.
انا عايز عياده دكتور انف واذن وحنجره، انا عايز عياده استاذ جراحه، انا عايز كذا كده. انا بسال على نين؟ لا انا ما اعرفش، انا بسال على ايه؟ على خدمه، بسال على سيرفيس. انا عايز خدمه ال 24 ساعه في الصيدليه بتشتغل 24 ساعه، دي خدمه. هو لما هيجي يرد عليا هيعمل حاجتين، هيعمل لي سيرفيس لوكيشن ودي المهمه الاولانيه ليه، وبعد ما يعملها لي هيعمل لي برضه معاها بالتبعيه على طول النيم ريزوليوشن. يعني ايه؟ يعني هيقوم هو بص كده ويقول لي والله صيدليه شهر 24 ساعه صيدليه فلان كده، جاب لي الايه؟ جاب لي اسم الخدمه، الاسم اللي بيقدم الخدمه اللي انا طالبها. لو ادهاني كده ووقف انا ما استفدتش حاجه، انا مش هقدر اروح. والصيدليه دي عنوانها كذا، تليفونها بقى أو. يبقى هيعمل لك الاثنين. وبالتالي لما انت هتسال على السيرفيس هيعمل لك حاجتين، سيرفيس لوكيشن، ومن ثم هيعمل لك نيم ريزوليوشن. لما تسال على نيم هيعمل لك نيم ريزوليوشن على طول. الدي ان اس هي دي وظيفته، وظيفه الدي ان اس انك تساله على نيم يقول لك الاي بي بتاعه وعنوانه، لان عمليه الاكسس متفقين احنا من زمان انها لا تتم الا عن طريق الايه؟ الاي بي. كويس كده؟ فاديله نيم، يعني مثلا اقول له www.yahoo.com، ده نيم. هياخد النيم مني بطريقه معينه، هيجيب لي الايه؟ الادرس بتاعه ويقول لي اتفضل اهو. هاجي انا اعمل في شبكه مثلا باك سلاش اسم جهاز في الشبكه، يعني الدومين بتاعنا مثلا اسمه اسلام دوت نت، عندنا في الدومين جهاز اسمه دي سي. كويس، انا هعمل باك سلاش دي سي دوت اسلام دوت نت. الباك سلاش دي معناها ان انا بوصل بوصل للجهاز اوفر النتورك، فبيفتح لي الملفات او الفولدرز اللي هو سامح لي اشاركه معاهم خلال الشبكه. كويس كده، دي الباك سلاش وانا كنت قدام. يعني انت كده بتوصل وعايز تاكسس دي سي دوت اسلام دوت نت بالنيم، مفيش عمليه اكسس هتتم عن طريق النيم. كويس، في الحاله ديت مهمه الدي ان اس، هتقوم انت ضارب رقم الدي ان اس وهو اصلا بيبقى موجود عندك مسبقا، هنتكلم كده. يوم الدي ان اس بص كده اللي عايز نيم، يوم جايب لك الايه؟ الادرس بتاعه ومسلمك. حلو كده، تمام. طيب ممكن اعمل حاجه ثانيه، اجي الصبح واقوم جاي ويقول لي يوزر وباسورد عشان اقدر الوجن، فكده محتاج اعمل ايه؟ اوثنتيكيشن. هكتب اليوزر نيم بتاعي، هكتب الباسورد بتاعتي، هقول انتر. في الحاله دي المفروض ورق الاعتماد بتاعي ده الكريدنشلز بتاعتي يروح لمين؟ اللي هو مين؟ الدومين كنترولر، لان هو اللي شايل ايه؟ الداتا بيز. انا هعرف منين ان الدومين كنترولر هو اللي انا المفروض اروح له؟ هو اللي مسؤول عن الاوثنتيكيشن، ما يمكن جهاز تاني في الشبكه. مين قال ان ده المسؤول عن الخدمه دي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، طب لما اعرف ان هو ده اجيب عنوانه ازاي؟ الدي ان اس يخلص الاثنين، تروح له هو عنده معلومه، وده هنشوفها لما نشرح مع بعض، عنده معلومه بتقول ان الراجل اللي مسؤول عن الاوثنتيكيشن هو فلان باسمه دي سي دوت اسلام دوت نت، والدي سي دوت اسلام دوت نت في مكان ثاني يقول لك الاي بي بتاعه كذا، فيقوم بيسلمك الاي بي. كويس كده؟ عايز ابعت ايميل، فانا كده محتاج اكسس الاكستشينج سيرفر اللي هو الميل سيرفر اللي عندي في الشبكه. ازاي هعرفه؟ ازاي هوصل؟ دي ناس انا بساله على خدمه الاكستشينج الميل سيرفر، يقول لي فلان الفلاني، طب فلان الفلاني دوت الاي بي بتاعه كذا. حلو كده؟ احنا كده لسه ما بدأناش، بس انا بقول لك الكلمتين دول، تقعد سيادتك كده في انترفيو يسالك الدي ناس شغال ايه، تقوم رازع له الكلمتين دول، انت كده ايه؟ حاجه محترمه خالص. تعال بقى نفهم الموضوع من تحت خالص. الاكسس لا يتم الا عن طريق الاي بي، ماشي. ولو هنعتمد ان مفيش اي بي وهنشتغل بالنت بايوس نيمز بتاعه الاجهزه، فكده احنا هنوصل عن طريق البرودكاست. لو مفيش المراحل الاولانيه نوصل برودكاست، دي لما الشبكه تكون كبيره مستحيله تحصل، مستحيل. كويس، ولو انت عايز توصل لاسم جهاز موجود
في شبكه تانيه غير الشبكه اللي انت فيها كويس، مش هتقدر تعدي لان البرودكاست ما بيعديش من الراوتر من الجهه دي للجهه دي. ولو انت عندك اكتر من شبكه اكيد في بينهم ايه رواتب، فالبرودكاست مش هيعدي فمش هتوصل. كويس كده؟ يبقى البرودكاست مش نافع. الحل التاني قبل ما يبقى عندناش حاجه اسمها دي الناس لسه، عملوا ايه في انظمه مايكروسوفت كلها، والحل ده الى الان مازال موجود، يعني مازال موجود وممكن ان احنا نضطر نوصل له في 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 مرحله معينه او في وقت معين او في 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 تاسك معينه. تمام؟ قال لك والله احنا هنيجي على الباص اللي هو السي اللي هو السيستم بارتيشن اللي هو البوت بارتيشن بتاعنا اللي نزل عليه ملفات الويندوز، على الروت اللي هو ويندوز. تمام؟ جوه فولدر اسمه سيستم 32، جوه منه في فولدر اسمه درايفرز، جوه منه في فولدر اسمه اي تي سي، جوه منه في فولدر في فايل اسمه هوستس. احنا كنا دخلناه قبل كده بس احنا كنا دخلناه عشان بنعمل حاجه تانية. بص على اي نظام تشغيل على اي ويندوز لمايكروسوفت، لو رحت للباص ده اهو هتلاقي اللي انا بقول لك عليه، باك سلاش عامل 2 صح، ويندوز باك سلاش سيستم 32 باك سلاش درايفرز باك سلاش اي تي سي، افتح الفولدر ده تلاقي جوه منه فايل اسمه هوست. لو فتحت الفايل دوت هتلاقي الفايل ده بالنوت باد فيه شويه كلام تعريفي كده، وتحت فيه معلومتين، معلومه بتقول لي والله الاي بي ده اهو بتاع الاسم ده، والاي بي ده فيرجن 6 بتاع الاسم ده. تمام كده؟ ايه دول؟ لما انت بتيجي هنا كده وتقول له سي ام دي، واقول له هنا انا عايز اعمل بنج على لوكال هوست مسافه بفيرجن 4، انا ببنج دلوقتي باكسس نيم ولا باكسس اي بي؟ نيم. ام هو جايب لي مين؟ الاي بي. هل انا عندي دي الناس موجود؟ عندي بس ما فيهوش حاجه اسمها لوكال هوست. هنشوف دلوقتي هتشوف ما فيهوش. هل انا عندي جهاز في الشبكه اسمه لوكال هوست وبالتالي انا لما عملت برودكاست جبته؟ ما فيش ده هو دي سي عندي وكلاينت. ما فيش. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى اللي كان شغال، ان انت احد المراحل اللي سيادتك بتوصل وتمر عليها علشان تعمل ريزولفنج النيم لاي بي، تمام، مرحله الهوست. الهوست موجود للمهمه دي، انسى ما عندهاش حاجه اسمها ايه دي ناس. فلما سيادتك بتيجي تاكسس نيم اول حاجه بنبص عليها بنبص على الكاش بتاع الجهاز بتاعك، هل الاسم ده موجود؟ ما ممكن تكون انت اكسست مره قبل كده فلسه العنوان بتاعه موجود فين في الكاش، فنوصل على طول ونخلص، والكاش ده معانا في كل مكان يعني في كل وقت بس اركنه دلوقتي. طيب لا مش ده انا اول مره اكسس، المفروض لو في دي الناس اروح اجيب من دي الناس، ده المفروض ما فيش دي الناس، هيقوم رايح للهوست. كان ده اسد يبص في الهوست على النيم يلاقي فيه اي بي متعرف بيه ولا لا. فلما صاحبنا ده دخل على الهوست فايل ده اهو، لقى فيه ان لوكال هوست موجود وبيشاور على كام 127.0.0.1 قام جايبه لك. وكنا بقى بنعمل ايه؟ كنت بقوم جاي كده في الهوست فايل بتاعي وكاتب الشبكه بتاعتي، الاجهزه اللي موجوده عندي معايا. اصبر بس بقى ما تستغربش. المهم الجهاز ده هو مثلا الاي بي ده بتاع الجهاز اللي اسمه اي تي داش خالد دوت اسلام دوت نت. هو انا شغال بمين هنا؟ باي تي داش علي مش هيسيف طبعا.
كنترول اس مش هيسيف. ثانيه واحده عشان ال ال طب خد كوبي من الاول، خد كوبي من الاول، ما تشغلش بالك سامعني عشان ما اقعدش اسمعنا كل شويه عشان محتاج انا صلاحياتي. بص هاجي هنا وهقول له والله 192 163 1 3 ده بتاع الجهاز اي تي دوت خالد دوت اي دوت اسلام دوت اسلام دوت نت كنترول اس سايبنا خلاص. وبعدين ده هو انا اعتبره جهاز بالفعل موجود في الايه؟ في الشبكه عندي ومحتاج اكسس الجهاز ده. فهقول له بنجامين اي تي دوت خالد دوت اسلام دوت نت. الله 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 الله. بص اللي حصل ايه؟ جاب الاي دي. خلي بالك اي تي دوت خالد ده لو في الدي ان اس وله جهاز موجود عشان اجيب برودكاست ولا اي حاجه، بس عنوان موجود عندي في الهوستس فايل، فانت لما تيجي تاكسس الهوستس هيدي لك الاي بي، فهو لو موجود خلاص هتوصله على طول. وبنقوم رازعين هنا كل الاجهزه اللي في الشبكه عندي. حلو كده؟ طيب الهوستس فايل ده محتاجينه فين بقى؟ عند الناس كلها، مش الناس كلها عشان تاكسس. فهنعمل ايه؟ والله انت حر بقى، هتاخده بقى بفلاشه وتلف على الاجهزه انت حر، بس هو في ممكن تعمل باتش صغير ظريف. تمام، بتمسك الفايل ده بعد ما تظبطه تمام وتقوم رافعه في فولدر على الشبكه عشان يكون الباص المسار بتاعه متاح عبر الاجهزه، يبقى موحد. ان لو سبته كده يعني مثلا لو كل واحد كتب سي باك سلاش مش عارف ويندوز هيفتح الهوست بتاع مين؟ بتاعه هو، كان الهوست بتاعه. لكن انا عايز الفايل ده اعرفه بمسار موحد على الناس كلها، وبقوم عامل باتش. الباتش بقول فيه ايه؟ بقول فيه كوبي. ايه كوبي ديت؟ امر موجود عندنا بيعمل عمليه الكوبي. كويس، كوبي مسافه وبديله سورس باس. عايز تنسخ ايه؟ اقول له والله روح على الشبكه، يبقى باك سلاش باك سلاش. هكون انا رافعه بقى في الحاله دي مثلا على الجهاز دي سي مثلا، مثلا جواه فولدر اسمه مثلا هوستس مثلا. مثلا الفايل بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه هوستس. يبقى ده السورس. ايه السورس بتاعي؟ تمام، بقوم واخد مسافه سبيس كده وبقوم كاتب التارجت باس او الديستنيشن باس على اي ويندوز الباس بتاع الهوست الثابت اكس بي 03 7 08 8 012 ثابت. فين هو؟ على السي ويندوز سيستم 32 درايفرز اي تي سي. طب في نقطه لما يروح هناك يلاقي واحد هو واخد سبيس وقايل له داش اف داش اف فورس، يبقى معنى كده هيرمي اللي هناك ويحط بتاعه، يبقى ينسخ بتاعه بالقوه، يبقى يستبدله. طب ما هو الجهاز اللي هينقل عليه اسمه هيبقى مكتوب في دور. مش فارقه، مش فارقه حاجه. هو اسمه بص الهوست فايل ليه وظيفه، وظيفته ايه؟ ان انت لما تيجي تاكسس نيم يبص عند، لو النيم موجود هيديلك الاي بس خلاص. وبقوم واخد الامر ده عامل بيه باتش وبالجروب بوليس اللي عندك هبدا اخليه يلف حوالين الايه؟ على الاجهزه كلها او باي طريقه. وبنسخ الملف ده. طيب المشكله بقى فين بقى؟ طيب والاسماء بتاعت الانترنت www.yahoo.com، هو ده مش الاي بي؟ اه. www.google.com السيرفيس بقى. انت هتلاقي على الانترنت بيبقى فيه فايل معمول بالاسماء دي. بعمل الفايل ده تعالى يا عم، بقوم حاطه في الهوستس فايل واقوم فرده على الناس. وكده انا شغال ايه؟ انا شغال مانيوال. يعني شغال دي الناس بس ايه شغال بالمانيوال اه ده بايدي كده. وعندك شويه مشاكل يعني كده، في شويه مشاكل انت عايز دلوقتي تركز، لان لو جهاز من الاجهزه اتغير النيم بتاعه لازم تغيره في الهوستس وتعيد المساله. لو اتغير الاي بي بتاعه لازم تغيره في الهوستس وتعيد على الناس كلها.
لو ضفت جهاز جديد لازم تعدل وتفرده على الناس كلها تاني، صح ولا ايه؟ وكده اللي احنا كنا بنقوله امبارح هو بتاع ال عظيم المشتغلين دي اتش سي بي كده اللي هتبقى مشكله. ما كده ممكن لو جهاز ما فتحش خلال ده تعمل الاي بي بتاعه تتغير. وارد اه، ولازم تغير هنا، ده كلام صح كويس. الانترنت الانترنت الناس كلهم بتغير ايبهات، كلهم بتضيف مواقع، كلهم بتشيل مواقع، ايا كان الاجهزه كلها في تغيير، فمحتاج ان سيادتك تكون ايه ابديتد اول باول، اب تو ديت دايما الملف بتاعك، واب تو ديت وكل يوم بتنسخ على الناس بالباتش بقى والجروب بوليسي. حلو الكلام. طبعا الكلام ده بتنجان يعني، كلام فاضي صح؟ اه يعني انت لما تتكلم في الواقع اللي انت عايش فيه ده موضوع ضخم جدا جدا جدا، مش سهل انه يتعمل كويس. بس احنا لازم نفهم الموضوع بيطلع ازاي، وبعد كده ناخد الشغل اللي ماشي، لان الاساس ده احيانا بتضطر له، احيانا بضطر له، بس بقى مش هحط له اجهزه الناس كلها. احيانا بيحصل بعض المشاكل مثلا ان الناس مش قادره تاكسس البرنت سيرفر، مش قادره تاكسس البرنتر اللي عندك، عندك برنتر بتاخد اي بي وبتوصل في الشبكه معمولها شير والناس مش قادره توصل لها، فبتضطر ان انت على ما تحل مشكله الدي ان اس مع الناس ديت بخصوص البرنتر ديت، اشغله هوست بشكل مانيوال كده هو ستاتيك، ولما تحصل ونحل المشكله ان شاء الله خلاص مفيش مشكله. هو كده كده اصلا بيروح يبص على الدي ان اس قبل ما بيبص على الهوست، فلما تحل انت مشكله الدي ان اس هيشتغل اوتوماتيك لوحده. هي ده كان النظام ماشي بالطريقه دي كويس كده. طبعا الكلام ده كلام ايه؟ كلام مش مظبوط خالص، وكلام فيه مشاكل كتير جدا، واي شغل مانيوال عندك بيعمل لك مشاكل كبيره جدا، خاصه لما الاجهزه بتكتر وبتزيد ورك جروب، سواء ايا كان ورك جروب او حتى لما كنا بنتكلم امبارح ان احنا هندي مانيوال اي بيز اتكلمنا فلا مشاكل لما الاجهزه بتزيد عندي. تمام، كمل معايا بقى هنا. قام جاي اختراع اسمه دي ان اس، والدي ان اس دوت اخترعوه 84 سنه 1984 كويس. وطبعا انتوا فاهمين ان كل الاختراعات اللي بتجي لنا في المجال ده كله كله بتيجي منين؟ من وزاره الدفاع الامريكيه، هم بيخترعوا الحاجات ديت ويشتغلوها وبعد كده يطلعوها ويصدقوا كويس. فهم اللي اخترعوا الدي ان اس وبدا العمل بيه هناك. الدي ان اس بقى بيعمل ايه؟ بص يا سيدي، اولا انا قلت لك في الاول خالص ان الدي ان اس دوت، واحنا حاليا هنتعامل مع الدي ان اس على شويه مراحل، يعني مش هدوا لك على بعضه كده، هنشتغل عليها على كام مرحله مع بعض. اول مرحله هنشوف فيها ازاي الدي ان اس بيجهز الداتا بيز اللي عنده اللي من خلالها هيبدا يجاوب على استعلامات الناس. يعني هو الدي ان اس لما يتسال على نيم ويدي الاي بي، يبقى هو المفروض مسبقا يكون عارف ان الاسم ده بتاع الاي بي ده، ازاي بقى هو بيجهز بقى الداتا بيز بتاعه ده هنتكلم فيه. كويس كده؟ طيب لو في جهاز عندي في الشبكه بيقدم اكتر من خدمه، دومين كنترولر بيقدم خدمه كذا وخدمه كذا وخدمه كذا وخدمه كذا، تشينج سيرفر بيقدم خدمه كذا ومشغل عليه مش عارف خدمه ايه، ممكن يكون في جهاز عندك بيقدم اكتر من ايه؟ من خدمه. ازاي لما حد يسال الدي ان اس على الخدمه دي او الخدمه دي او الخدمه دي او الخدمه ديت دي، يقدر يقول له والله ده دي فلان هو وفلان وفلان هو نفس بيعرف من ايه؟ يعني بيعرف من الخدمات ديت مين اللي بيقدمها كويس؟ دي اللي هنتكلم فيها. النقطه الثانيه ان السجلات اللي موجوده في قاعده البيانات بتعبر عن خدمات او بتعبر عن شويه حاجات معينه كده، ايه هي؟ ده هنتكلم فيها. هنتكلم بعد كده على انواع قواعد البيانات، في منها انواع كويس، ده موضوع مفصل كده برضه هنتكلم فيه. هنيجي بعد كده وهنعرف ان الدي ان اس لما بيتحط في دومين الديفولت بتاعه ان هو بيبدا يجاوب على الاسئله اللي بتسال عن احد اعضاء الدومين بتاعه، لكن الديفولت لو حد ساله على اسم خارج الدومين بتاعه ما يعرفش، ده المفروض. طب معنى كده لو في دومين اسمه it.net مثلا islam.net مثلا، وواحد بيسالني على www.yahoo.com، يبقى مش هيعرف. ازاي بقى الدي ان اس هيقدر يتعامل مع الكويريز او الاستعلامات اللي بتسال عن حاجه خارج النطاق اللي هو بيخدم عليه؟ وبعد كده نشوف بقى ايه بعض المشاكل ممكن تحصل مع الدي ان اس وتتحل ازاي. الكلام ده هناخد فيه المره دي وغالبا المره اللي جايه كمان. نبدا نتكلم حالا عن ازاي الداتابيز بتاعه الدي ان اس بتتكون، تمام، وازاي
الريكورس او السجلات بتعبر عن الخدمات اللي ايه اللي الاجهزه في الشبكه بتقدمها. اول نقطه ازاي قاعده البيانات بتاعه الدي ان اس بتتجهز. هتلاقي عندك احنا نحذف الراجل ده لان هو ايه ممكن يعمل لك طبعا دربوكات كده كنترول اس على اي ويندوز في حاجة اسمها سيرفيسز صح ولا غلطان؟ في حاجة اسمها سيرفيسز لو انت دخلت على المانجمنت تلاقي سيرفيس اند ابلكيشنز سيرفيسز زي ما كان فيه المرة اللي فاتت دي اتش تي بي كلاينت دي اللي بتبدا تدور على دي اتش تي بي سيرفر ودي اللي بتبعت الريكوست ودي ماشي. في عندك حاجه جنب الدي اتش تي بي كلاينت اسمها دي ان اس كلاينت برضه بتكون راننج واوتوماتيك على اي نظام تشغيل. الدي ان اس كلاينت دهيت هي اللي هتبدا تتعامل مع الدي ان اس سيرفر الخدمه بتاعت الدي ان اس سيرفر اللي هتتواجد على الجهاز اللي بيقدم خدمه الدي ان اس هي اللي هتروح تسال على نيم عشان تجيب الاي بي هي اللي هتروح تسال على سيرفيس عشان تجيب النيم وبعد كده تجيب الاي بي تمام. من ضمن الشغلانات اللي بتقوم بيها الدي ان اس كلاينت ان هي واخده امر مباشر. بص هات لي اعدادات الايثرنت بتاعك هات لي التسي باي بي كونفيجريشن كده. بص لما تدخل على اي نظام تشغيل وتجيب الادفانسد وتروح على التاب اللي اسمه دي ان اس بص تلاقي فيه تحت اوبشن بيقول ريجستر ذيس كونكشنز ادريسز ان دي ان اس اوبشن دوت ماله انيبلد باي ديفولت. انا لما لعبتش في اي حاجه ده هو على اي نظام تشغيل هتلاقي علامه الصحه دي موجوده. طب الاوبشن ده بيقول ايه؟ بيقول سجل عناوين الكونكشنز في الدي ان اس. بص هو الراجل ده بياخد معلوماته منين؟ الاي بي والكونفجريشنز بياخد من الدي اتش تي بي. الاوبشن ده شغال عنده. طيب اطلع منه وتعالى نروح للراجل ده مثلا. الراجل ده الجهاز عندي بياخد الكونفجريشنز بتاعته مانيوال صح؟ لانه سيرفر فمش عايزينه يعتمد على حد فبنديله مانيوال اهو. لما اخش على الاي بي 4 اهو واخد مانيوال. لو دخلت في ادفانسد عنده ورحت على الدي ان اس ريجستر ذيس كونكشنز ادرس ان دي ان اس لو دخلت على جهازي انا الريال هتلاقيه برضه. المعلومه ديت بتقول للجهاز لا بتقول للسيرفيس اللي اسمها دي ان اس كلاينت لو سمحت يا سيرفيس روحي دوري على السيرفيس اللي اسمها دي ان اس سيرفر. طب هي هتروح لها ازاي؟ هتروح ازاي للسيرفيس اللي اسمها دي ان اس سيرفر؟ لابد ان الجهاز يكون عنده عنوانه. يعني ايه؟ يعني الجهاز الكلاينت ده لابد انه يكون عارف عنوان مين؟ الدي ان اس سيرفر عشان لما يلاقي معلومه عنده بتقول له روح سجل عناوينك في الدي ان اس يعرف يروح له. الدي ان اس كلاينت تعرف تطلع وتروح للدي ان اس سيرفر. هل الراجل ده عنده هنا عنوان الدي ان اس؟ مش موجود. اقول لك لا 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 لا. بص هو بياخد معلوماته منين؟ من الدي اتش سي بي. واحنا عندنا قايلين ان الدي ان اس يتاخد بشكل ايه؟ اوتوماتيكالي. اوتوماتيكالي يعني خده من مين؟ من الدي اتش سي بي. والدي اتش سي بي بتاعنا احنا قايلين له اصلا عرف الناس بالدي ان اس من المره اللي فاتت. كان وارد اكون معرف الجهاز بالدي ان اس مانيوال اهو. الله الله ايه ده ايه ده ايه ده ايه 127.001 ده هو ده عنوان الدي ان اس؟ اه طب ما هو الراجل ده بيقول لك ان عنوان الدي ان اس 127.1.200 وهنا بيقول لي ان عنوان الدي ان اس. لا بس هو الجهاز ده واخد من الدي اتش بي سيرفر واحنا عاملين دي اتش بي سيرفر. لا لا اتكلم في نقطه محدده دلوقتي مش عندي دي ان اس سيرفر واحد في الدومين بتاع في الشبكه.
اللي هو الجهاز اللي هو اسمه دي سي دوت اسلام دوت نت صح. هناك على الجهاز اللي هو الكلاينت لقيته بيقول لي دبس بس الجار لقيته بيقول لي ان الدي ان اس سيرفر 192 168 1200 صح. وهنا على الدي سي بيقول لي ان الدي ان اس سيرفر 127 001. ما مش بنص عشان لما يخش اكسس مش هيأكسس لا يا حاج. هو هنا عمل كده ليه؟ لان الاثنين ده هما واحد. يعني ايه واحد؟ لما تكون واقف على الجهاز اللي هو الدي سي نفسه اللي هو شايل خدمه الدي ان اس اللي هو دي ان اس سيرفر تمام. الراجل دوت بيتعرف باثنين اي بي، اي بي بكارت اللان واي بي في الهوست. كارت اللان اللي هو 192.168.200. طب وفي الهوست 127.001 لوكال هوست. يبقى خلي بالك لما اقف على الدي سي واقول له ان الدي ان اس سيرفر 127.001 كاني بقول له انت الدي ان اس سيرفر، وهو هو ولا لا؟ هو الدي ان اس سيرفر. طب لو قلت له لا ده الدي ان اس سيرفر عندك 192 بص 162.1.200 تفرق؟ ما هو هو برضه. يبقى لما اكون على الدي ان اس سيرفر نفسه ما تفرقش. اقول له 127.01 هو 192.1.200 هو. انما لو على جهاز ممبر في الدومين مش هو الدي ان اس سيرفر تفرق. ما اقدرش اجي اقول له ان الدي ان اس سيرفر 127.001 كان بقول له انت، طب هو مش هو. فاهمين؟ انتوا معايا ولا لا؟ طيب يبقى 127 و1200 تنفع بس فين؟ لما تبقى واقف على الدي ان اس سيرفر نفسه. المهم انت هنا عارفه وهو هناك عارفه، انت عارفه بشكل اوتوماتيك من الديتش سي بي وهو عارفه بشكل مانوال انا كاتبه له بايدي. حلو خالص. والاوبشن اللي عندنا بيقول ريجستر ذيس كونكشنز ادرس ان دي ان اس، والسيرفيس بتاعت الدي ان اس كلاينت الديفولت ان هي راننج اوتوماتيك. ولو رحت هناك لان احنا هنا منزلين خدمه الايه؟ الدي ان اس، وانا هنزلها لك تاني المره اللي جايه عشان تشوفها من الاول خالص. يعني لو دخلت هنا على كمبيوتر مانجمنت او حتى دخلنا على السيرفيس تحت على دخلت على عد الايفنتس السيرفيس دهيت مش فرق حاجه. هنا وهنا واحد. بص هنا هتلاقي عندك هنا خدمتين، الدي ان اس كلاينت دي ثابته ستاندرد، وفي خدمه اسمها دي ان اس سيرفر نزلت لما انا نزلت الرول بتاعت الدي ان اس في الاول خالص زي الدي اتش سي بي. كان في دي اتش سي بي كلاينت باي ديفولت، والدي اتش سي بي سيرفر لما انا نزلت الرول بتاعت الايه؟ الدي اتش سي بي، فاصبح الراجل ده شغال دي اتش سي بي سيرفر وشغال دي ان اس سيرفر. المهم فهو شغال دي ان اس سيرفر فموجود، والخدمه اللي هنا شغاله واخده امر ان هي تسجل عناوينها في الدي ان اس سيرفر، صح كده؟ يقوم العناوين بتاعت كارت اللان الكلاينت الدي ان اس كلاينت واخداها وطلع بيها على الدي ان اس سيرفر وتقول له لو سمحت يا دي ان اس سيرفر سجلني عندك. وبكده نفهم ان الاجهزه هي اللي بتسجل عناوينها في قاعده البيانات، مش الدي ان اس سيرفر اللي بيلف عليهم ياخد منهم العناوين. لا ده هم اللي بيروحوا، وده الوضع الديفولت. كويس كده؟ طيب لما يروحوا يسجلوا نفسهم في الدي ان اس سيرفر، الدي ان اس سيرفر يستقبلهم ويسجلهم ولا يرفض؟ بمعنى اي حد اتفقنا ان الاوبشن ده شغال عنده سواء كان ممبر في الدومين او مش ممبر في الدومين ما تفرقش، الاوبشن ده شغال. والدي ان اس سيرفر ان انا احط عنوان للاجهزه بحطه لكله سواء كانوا في الدومين او مش في الدومين. هو الدي اتش سي بي سيرفر لما بيوزع اي بيهات بيوزع على اعضاء الدومين بس ولا بيوزع على الكل؟ كل. على الكل، كله بيبعت برودكاست وبيوزع. فاللي هياخد اي بي من الدي اتش سي بي هيديه له وهيعرفه معاه عنوان ايه؟ ما انا قايل كده في الاوبشنز بتاعت السكوب. حلو كده؟ الاجهزه اللي هي في الورك جروب خالص العاديه لما يبقى عندها اوبشن بيقول لها سجل نفسك في الدي ان اس وهي عندها اصلا عنوان الدي ان اس
والدي ان اس كلاينت اتفقنا ان هي راننج وشغاله باي ديفولت، فهتطلع تودع عناوينها للدي ان اس زي بالظبط اعداد الدومين ما هيطلعوا يودوا ايباتهم للدي ان اس. دي ان اس سيرفر بقى هيسجلهم ولا لا؟ حسب بقى احنا بنديله امر هنشوف بقى اللي بيحصل ايه. الدي ان اس سيرفر بيبقى مسجل عناوين بتاعته في مكان اسمه زون. زون دي يعني منطقه خدميه. منطقه ايه؟ خدميه. في منها انواع واشكال وكده هنتكلم فيها قدام يعني. الدي ان اس سيرفر بتاعك لما بينزل خدمته، ما بتنزل خدمته مع خدمه الدومين، فاكر واحنا بنكرييت الدومين قال لي هتشغل دي ان اس قلت له اه، بيكرييت ديفولت زون باسم الدومين. حلو كده؟ فبيعمل زون اسمها اسلام دوت نت، لان الدومين اسمه ايه؟ اسلام دوت نت. ويبدا يستقبل الطلبات اللي جايه، واللي هيسمح له انه يتسجل هيسجله في الزون دي. تمام؟ طيب وارد، وده هناخده قدام، ان الدي ان اس يكون فيه اكتر من زون، وده هنعرفها قدام. يعني وارد يكون في زون اسمها اسلام دوت نت ودي اتكريت باي ديفولت واحنا بننزل الدي ان اس مع الدومين، كويس كده؟ وارد ان انا بايدي اكريت زون ثانيه اسمها مثلا اي حاجه سما دوت كوم وتحت منها شويه حاجات مثلا، ويبقى لو حد سالني عن اسلام دوت نت هجاوبه، لو حد سالني عن سما دوت نت هجاوبه، ممكن اعمل الحاجات دي كلها. بس انا بتكلم في ايه؟ صاحبنا اللي باعت لي الادرسز بتاعته عشان تتسجل، هو الدي ان اس لو عنده اكتر من زون، لو عنده اكتر من منطقه خدميه، هيسجله في انهي واحده؟ في دي ولا في دي؟ حسب ما هنحدده على حسب العناوين ما بتقول له سجلني. ازاي يعني؟ مش احنا اتفقنا ان هنا فيه الاوبشن اللي هو بيقول لك ريجستر ديس كونكشن دي ان اس؟ حلو الكلام. وعندنا السيرفيس اللي اسمها دي ان اس كلاينت شغاله؟ حلو الكلام. وعندنا عنوان الدي ان اس سيرفر؟ حلو الكلام. دول شروط عشان تقدر تبعت الايه؟ العناوين بتاعتك. حط عليهم بقى الشرط الرابع، ان انت تكون محدد الزون اللي انت عايز تتسجل جواها. حلو كده؟ طب ودي بتتعمل ازاي؟ بتتعمل باي ديفولت لو انت عضو في الدومين. ازاي؟ كل اعضاء الدومين لو دخلت على البي سي بروفايدرز بتاعك وقلت له تشينج سيتنجز، الراجل ده ممبر في الدومين ولا لا؟ اهو لو قلت له تشينج هتلاقي فيه زرار اسمه مور، من وظايفه انه بيحدد لك اسم الزون اللي انت هتتسجل جواها، بيسموها دي ان اس سافكس. السافكس اللي هو الجزء الثاني في الاسم. يعني ايه؟ يعني الجهاز ده اسمه كلاينت صح؟ الجزء الثاني في اسمه ايه؟ ده اسمه سافكس. في حاجه اسمها البريفكس اللي بتبقى في الاول، الجزء الاول. المهم الاسم ده او السافكس ده او الزون دي احنا كتبناها ولا هي مكتوبه لوحدها؟ ايه اللي كتبها؟ عضويه الجهاز في الدومين هي اللي كتبتها. عشان دي الاسم بيتكلم كويس؟ ومعنى كده ان لما انت هتبعت طلباتك انت من ضمن المعلومات اللي قايلها ان انا عايز عناوين تتسجل فين؟ في اسلام دوت نت، ماليش علاقه بالباقي كله. تمام كده؟ طيب كمل معايا. طب ما هو لو كان في ورك جروب هنلاقي المور الدي ان اس سافكس دي فاضيه. ليه فاضيه؟ لان هو مش منبر في دومين. يعني ايه؟ يعني انت لو دخلت معايا هنا على جهازي انا، على جهازي ده اهو قلت له بروفيرتس كده، وجينا قلنا له تشينج، هو في ورك جروب ولا لا؟ وقلت له تشينج وقلت له مور، السافكس بتاعه ايه؟ ولا حاجه، مفيش حاجه خالص. ليه؟ لان هو ما اصبحش ايه؟ انا هغير البرايمري دي ان اس سافكس وين دومين ممبر شيب تشينج. يعني ايه؟ يعني لو جاز طلع من دومين دخل في دومين كان فورك جروب، ده هنغير
انا ممكن احطه في سافكس يبقى بحطه في زون وبقوله ثبته بقى ما غيروش ايا كان لو حتى غيرنا الدوم بتاعه. انما الديفولت ان هو ايه مجرد ما يخش في دومين هنغير وهنسميه باسم الدومين. طب اصبر عليا طب ما هو معنى كده ان الورك جروب لما يروح هيتسجله فين؟ مفيش مش هيتسجله الورك جروب. اي نعم اي نعم الاوبشن بتاع الجيست ديس كونكشنز ادرس شغال واي نعم السيرفيس بتاع الدي ان اس كلاينت شغاله واي نعم العنوان بتاع الدي ان اس سيرفر موجود وبيتشاور عليه ولكن مش عارفين انت عايز تنزل في انهي زون في انهي منطقه خدميه في انهي قاعده بيانات وبالتالي مش هتدخل ولا تتسجل. وكان لازم عشان تخلي جهاز في ورك جروب يتسجل في الدي ان اس كان لازم تدخل انت في تشينج في مور وتكتب هنا وبعد ما تكتب هنا يطلب منك عمليه ريستارت هتقوم عامل الريستارت الجميل بتاعك خلاص كده خلصنا خالص. حلو كده؟ تمام؟ لا مش تمام لسه. ايه اللي لسه يا عم؟ الدي ان اس سيرفر خلاص الراجل اللي جاي لك مجهز كل شروطه. جاي ومحدد الزون اللي هو عايز ايه؟ يتسجل جواه. هتسجله ولا لا؟ اخر شرط. على حسب خاصية الديناميك ابديت بتاعة الزون. ايه ده؟ اي زون ليها حاجة اسمها ديناميك ابديت. الديناميك ابديت اللي هو التسجيل التلقائي. لما يجي لي عناوين اخدهم اسجلهم كده وخلاص شكرا تلقائي كده وانتهينا ولا مش هسجل تلقائي واللي عايز يسجل يبقى يجي بايده مانيوال وستاتيك يسجل في قاعدة البيانات العناوين اللي هو عايزها. الدايناميك ابديت ليها ثلاث سيناريوهات. ليها سيناريو اسمه سكيور اونلي وده الديفولت. سكيور اونلي معناها ايه؟ معناها ان انا قافل التسجيل الدايناميك على مستوى اعضاء الدومين فقط. يبقى ما حدش هيتسجل عندي تلقائيا الا لما يكون ممبر في الايه؟ في الدومين. يبقى حتى بتاع الورك جروب لما يجي لي وهو كاتب لي الزون اللي عايز يتسجل جواها مش هسجله. دايناميك انما ستاتيك انت حر سجل اللي انت عايزه. السيناريو الثاني للدايناميك ابديت ان انا اقول له نون سكيور ان سكيور. يعني ايه؟ الامن والغير امن، الموثوق والغير موثوق، الاوثنتيكيت والانثروبولوجي ايا كان بقى. انت جاي لي فورك جروب او ما دام انت قايل لي على الزون انت عايزها والزون ديت نون سكيور ان سكيور مفتوحه على البحر هسجلك. الاوبشن الثالث والسيناريو الثالث نون. ومعنى كده ان الدايناميك ابديت التسجيل التلقائي مفيش. امال انت عامله ليه؟ لما تحب تسجل خش سجل ايه؟ ستاتيك. لما انا كنت استخدمت يعمل لا لا دي الناس فيه شويه مميزات عن الهوست. حلو بس التسجيل فيه ايه؟ هتسجل ستاتيك وان ما استفدتش بيه بشكل كبير. تمام؟ طيب الدي ان اس ايا كان بقى سكيور اونلي او نون سكيور هيسجل الناس جوه. تعالى اوري لك الكلام دهوت عشان تتخيل معايا. احنا طبعا هنا منزلين دي ان اس وما فتحناهوش من اول ما نزلناه وهو كان بيأدي شغله على اكمل وجه وانا ماليش دعوه صح؟ انا هاجي هنا وي يا اما هاجي من هنا واقول له تولز الاقي عندي الكونسول بتاع الدي ان اس مانجمنت موجود افتحه او ان انا اقول له دي ان اس مانجمنت ام اس سي او ان انا اعمل له باتش او ان انا اعمل له انت حر اهو ادي الدي ان اس مانجر بتاعنا المدير بتاع الدي ان اس ده مين ده؟ الدومين كنترول لا دي الدي ان اس الدي ان اس سيرفر بيتسمى باسم زي امبارح ما كنا قلنا ايه ده؟ ده الدي اتش بي سيرفر ده مين ده؟ ده الدي ان اس سيرفر انا فاتح كونسول الدي ان اس مانجر افتح كده في حاجه اسمها زونز ما تشغلش بالك ما تشغلش بالك بالحاجات دي افتح كده في زون اسمها ايه؟ اسلام دوت نت. الزون ده هي فيها شويه حاجات متسجله ما تشغلش بالك باي حاجه كويس. كل اللي انا عايزه خصائص الزون.
من خصائص الزون حاجه اسمها دايناميك ابديت. الديفولت بص ايه؟ سكيور. لو فتحت تلاقي عندك ممكن اخليها نان وممكن اخليها نان سكيور ان سكيور ممكن اخليها سكيور. الديفولت انها ايه؟ سكيور اونلي. يبقى اي سجلات هتيجي غير اعضاء بالدومين مش هتتسجل. يعني هو انا لقيته مسجل فيه بص بس يعني مثلا يعني هو مسجل هنا دي سي وكلاينت اهو صح؟ ليه الاثنين دول مسجلين؟ لان هم دول اعضاء في الدومين اهو مسجلهم اهوت بالايباد بتاعتهم. طب انا لو عايز اسجل واحد فورك جروب والدايناميك ابديت سكيور اونلي لازم احطها رايت كليك وهسجل ستاتيك نيو 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 او تخلي الزون تقبل نان سكيور ان سكيور. يبقى باقي بس ان بتاع الورك جروب يجي لي ويكون كاتب في السفكس عنده اسم الزون. حلو كده. من ضمن برضو الحاجات اللي ناخدها في النقطه ديت ان السجل اللي بيتحط عندنا يعني احنا سجلنا مثلا كلاينت بالاي بي بتاعه تمام. هل الريكورد ده بيفضل متسجل مدى الحياه؟ مع ان الجهاز اللي اسمه كلاينت وارد ان الاي بي بتاعه يتاخد منه. مش هو الاي بي الديفولت 8 ايام؟ ايوه. طيب 8 ايام ولو ما حصلش كونكشن بينه وما بين الدي اتش تي بي 50% 87.5% بعد ما يوصل 100% يتاخد منه ويروح لاول واحد يطلب صح؟ ومعنى كده ان ممكن يكون في جهاز تاني خد الاي بي ولما يجي صاحبنا ده يوصل هياخد اي بي جديد. فممكن يبقى فيه عندك متسجل هنا ايه؟ جهازين بنفس الاي بي واي بي لنفس الجهازين. تعمل لك دربكه فلما الدي ان اس يتسال الاسم ده يلاقي له هنا اي بي وتحت اي بي. فمشكله. في حاجه اسمها ايجنج. الايجنج دي بقى اللي بتتكلم عن فتره تواجد السجل في قاعده البيانات او فاعليته. يقول لك والله عندي فترتين، عندي حاجة اسمها نو ريفريش انترفال وعندي حاجة اسمها ريفريش انترفال. النو ريفريش انترفال دي الفترة اللي احنا مش محتاجين فيها الريكورد اللي موجود يتعمل له أي ريفريش. أي ريفريش يعني أي حد يطلبه ما خلاص مش مشكلة، هو معاه 7 أيام. وبعد ما يعدوا ال7 أيام الأولانيين احنا مدينه كمان قد إيه؟ كمان 7. السبعة التانيين لازم حد يعمل ريفريش للريكورد، لازم حد يطلبه. يوم ما يتعمل له ريفريش هنديله كمان 7 ونبدا ب7 تانيين. طيب عدى ال7 الاولانيين وعدى ال7 التانيين وما تعملوش اي ريفريش. يعتبر الريكورد ده في قاعة البيانات حاجة اسمها ستيل ريكورد. ستيل مختزل. ريكورد ملوش أي قيمة. يعني ايه؟ يعني مش هنرد بيه. تمام. ملوش اي تواجد غير كان موجود مبتذل. تمام؟ ويدي لك اوبشن فوق صغير ويقول لك ايه رايك نسكافنج الستيل ريسورس ريكورد. سكافنج يعني ايه؟ اوكنوس. يبقى اي ريكورد هتعدي عليه الانترفالز بتاعته سواء الريفريش او الريفريش تمام؟ هنعمل له ستيل والستيل عندنا بنعمل له سكافنج. خلاص رايحنا بقى. بس هو النقطه بقى بتاعتك انت بقى في الاي تي انك تظبط الديوريشن بتاعه الدي اتش بي اللي هي الديوريشن فتره الايجار مع الانترفال اللي هنا. ما هو هناك معاه 8 ايام هنا مدي لك كام؟ 14 يوم. 17. فانت وارد لو انت بتاخد منك الاي بي لسه فيه 6 ايام فرق. فتظبط بقى يا تظبط دول مع دول يا تظبط دول مع دول او هنشوف الموضوع ده ممكن يتحل ازاي قدام شويه. خلاص كده؟ ده الوضع الايه؟ ده الوضع الديفولت ودي المرحله الاولانيه في ازاي الناس بتروح تتسجل فين؟ جوه الدي ان اس. طيب الفيديو كمان المرحله الثانيه اي كمان.